وسافي وسعيدني طبعا ان انا اتكلم عن رؤيه طابور لبسمه. الحقيقه اعرف يعني بسمه كقارئ في البدايه كنت ومش من الكتابات الادبيه، لكن من خلال البحث اللي كانت عاملاه عن الشرطه في مصر كان اول كتاب قريته، يعني هو اجواء السلطه المطلقه اول كتاب قريته ليها، وهو صدر قبل صوم 25 يناير بأيام معدودة. والحقيقة يعني هو نموذج للأعمال والجهود الكتيرة اللي كانت بتبذل قبل 25 يناير واللي أدت ل 25 يناير، ورغم إن هي ما كانتش ممكن تسير في مجرى واضح او في مجرى ملموس، كانت بتبدو ان هي محاولات متناسره ومعصره، لكن لما نرجع نشوف الحاجات دي على مدار مثلا من 2003 و 2005 هنلاقي ان فعلا كان في تيار وناس عملت حاجات كتير جدا ساهمت في تشكل هذا يعني الاعصار او الفيضان اللي حصل في ثوره يناير. بعدين عرفت انه بسمه كمان عندها معرض فني تشكيل، وان هي في روايه ليها هتنزل، وما كنتش اعرف ان هي ليها مجموعتين خصوصيتين قبل كده. ثم حصل ان انا قريت يعني الروايه كتبت عنها زي ما بنشوف. في كلام كتير طبعا انا عايز اقوله عن الروايه وعن صحتها، لكن اعتقد في البدايه ممكن يعني نبتدي نخش في المود. يعني لو بسمه قالت مقطع في البدايه من الروايه كويس، وبعدين نبتدي. مساء الخير، بشكر الناس اللي عرفت تيجي في الزحمه الجامده جدا اللي بره دي، وهقرا مقطع صغير من الروايه كده في الاول. كان اول ما فعله طارق حين وصل في الصباح ان طلب الملف من رئيسه التوريد. جاءته بحافظه بلاستيكيه شفافه تبدو ملتحمه الحواف من جوانبها الارض، وعلى غلافها موقوف لحين الحصول على تصريح من البوابه. تامل العباره كبيره الحجم، كانت مائلة بزاوية حادة ومطبوعة باللون الأحمر القاني، بينما كتب على بطاقة بيضاء مستطيلة مثبتة في المنتصف تماما اسم يحيى جاد الرب سعيد، وأسهمه رقم مؤلف من 7 أعداد، نصفها تقريبا مأخوذ من بطاقة الهوية الخاصة بالمريض، والنصف الثاني عبارة عن رمز يدل على نوع الملف لا يفهمه إلا الإداريون المسؤولون عن عملية التصنيف. جاء في النهاية اسم الطبيب المناظر دكتور طارق فهمي، اسمه الثنائي الذي تمنى لمئات المرات أن يمحوه من تلك الورقة، لكن ما باليد حيلة، سوف يظل هنا في مكانه منغصا عليه حياته إلى ما شاء الله. دخل إلى مكتبه حاملا الحافظة، ووراءه فنجان من القهوة المضبوطة أتت به التمرجية صباحا. وضعته على طرف المكتب الخشبي العتيق كما اعتادت أن تفعل كل يوم، ثم وقفت شابكة أصابع كفيها أمام بطنها الكبير وشرعت في التثاؤب وقد لاح عليها الكسل. أي أوامر يا دكتور طارق؟ رد بطريقته الودودة الهادئة وإن بدا لها مكفهرا على غير عادته، ما تروحيش بعيد يا صباح النهاردة، يمكن عاوز منك حاجة. عين يا دكتور. خرجت وأغلقت الباب عليها. هاي أنا أول كلمة صغيرة معلش قبل ما غادر مضطر غادر، ولكن أنا كنت سعيد جدا إني حضرت هذا الافتتاح وهذا التوقيع. نتمنى للدكتورة بسمة مزيد من التألق والإنتاج، وأشكركم وأعتذر بسبب يعني ضيق الوقت. هو أول حاجة طبعا بتثير الانتباه في رواية الطابور،
هو النوع بتاعها. النوع الفني اللي بتنتمي ليه الرواية هو ما يطلق عليه في الأدب وفي الفنون الدرامية عموما اللي هو الديسي دوغما أو المدينة غير الفاضلة. وده نوع يعني طريق كده من الأعمال الفنية في مجال الأدب ومجال السينما يعني بيمتد تاريخه طويلا يعني وعبر الفن التشكيلي كمان. يمكن أول ما بدأ كان بدأ في الفن التشكيلي في العصور الوسطى. الكلمة هي النقيض لكلمة يوتوبيا اللي هي الكلمة اللاتينية اللي كانت عنوان الكتاب الشهير لتوماس مور وهو المدينة الفاضلة، واللي كان بشكل ما ترداد يعني لمدينة الفاضلة بتاعت أفلاطون اللي كان بيتخيل فيها العالم المثالي هيكون شكله ازاي، العالم اللي لازم نسعى لتأسيسه، وهذه المدينة اللي بيسود فيها العدل وتحتل فيها الفئات أو الناس الأرقى وهم كانوا هم الأقليون. وتوماس مور في بداية عصر النهضة كان كتب يعني كتب اللي هو كتابه الشهير جدا اللي حط فيه أسس ما عرف بعد كده باسم المدينة الفاضلة. أوروبا فضلت تحلم بالمدينة الفاضلة قرون طويلة عبر التخلص من رأس الصقيل والدموي للعصور الوسطى ثم الثورة الفرنسية وأحلام المساواة والإخاء والعدل والدولة الصناعية وتحرير الإنسان من العبودية وإلغاء الرقيق وكل يعني المشوار الطويل جدا اللي البشرية قطعته لتكتشف في النهاية إنها إعادة إنتاج مدينة ليست فاضلة بالمرة. تحولت فيها الدولة إلى مستبد وتحول فيها المواطنون إلى عبيد يعني ومجرد أرقام. وكان من بداية الأعمال اللي كشفت عن ده كافكا طبعا رواياته العديدة يعني وقصصه، وفي وقته كان سابق لوقته يعني أو كان من أوائل الناس اللي عملت قطيعة مع فكرة أفكار الرومانتيكية وأفكار المتفائلة اللي قبله بتحقيق المدينة الفاضلة، وعمل قطيعة كاملة يعني مع الأدب ومع الأفكار الغربية اللي كانت موجودة قبل. وفي الرواية الشهيرة اللي هي القضية اللي بتعد يعني هي يعني أسست الأدب الحديث كله على مدار القرن العشرين، كان في كتير من الأعمال اللي يعني عادت رسم صورة للمدينة غير الفاضلة بأشكال مختلفة، من أعمال جورج أورويل عن الشيوعية لأفلام كثيرة يعني تناولت الموضوع ده زي البرتقالة الآلية ستانلي كوبريك، زي برازيل مثلا بيرجيليا وغيرها كتير من الأعمال لغاية نهاية يعني ذا ماتريكس ثلاثية أفلام زي هذا النوع او هذا يعني سب جانر يعني زي ما بيقولوا في النقد الادبي
يبدو في البداية إنه الأعمال متشابهة، إن هي بتتخيل مدينة خيالية في مستقبل مجهول. طبعاً من أشهر الروايات العربية اللي كتبت في المجال ده السيد بن حفر السبانخ، الأستاذ صابر موسى. كنت بقول إنه إحنا لما بنحط الأعمال دي في سياقها التاريخي نقدر نتتبع مساراتها، نقدر نتتبع جغرافيتها واختلافاتها من بلد للتانية ومن قارة أخرى ومن نظام حكم ونظام حكم آخر. يعني مثلا في البلاد أوروبا الشرقية كان أكثر تطلع الحاجات دي بشكل أكثر في البلاد الشيوعية، لكن ده لا يمنع إنه حتى في أكثر الدول الديمقراطية والليبرالية كان في برضو ديسيتوبيز خاصة بيهم، وممكن نلاقي إنها مختلفة شوية أو مختلفة كتير عن الأعمال اللي اتعملت في البلاد الشيوعية. الملفت في الرواية في رواية القبول إن إحنا نقدر نستخلص منها بالمقارنة مع كل الأعمال أو بعض الأعمال اللي اتعملت في هذا السابجر، نقدر نستخلص منها يعني حاجات مختلفة عن المجتمعنا، حاجات مختلفة عن اهتمام المؤلفة نفسها، ونيتها هي للتسيتوبيا بتاعتها الخاصة اللي تختلف عن أعمال الآخرين قبلها. أعتقد إنه الملمح الأساسي عند بسمة عبد العزيز سواء في الرواية دي أو حتى في الأعمال البحثية اللي بتعملها واهتماماتها في الأخرى هي فكرة الصوت، هي مجهولة ومهمومة بالبحث في معنى الصوت بمعنى الطاور. يعني السلطة مش بمعنى الحاكم بس، بمعنى السلطة اللي عندها قدرة على ان هي تتحكم في الافراد، ان هي تقبض على الافراد، ان هي تمارس عنف ضدهم. في بيتردد عبر كل اعمالها سواء الادبية او ابحاثها، ما ركزتش قوي في اعمالها التشكيليه الحقيقه، بس فيها برضه ده شفت المعرض اللي كان في التدريب لاحظت دي حكايه برضه. ده الشغل الاساسي عندها، ايه هي السلطه وازاي بتمارس سلطتها، وايه الادوات اللي بتعتمد عليها، وايه الخطاب اللي بتقدمه للناس علشان تقدر تسيطر عليهم. تأثير السلطة دي على الناس، على الأفراد، إزاي بيختلف من شخص للتاني، وردود الفعل على هذا العنف وهذا يعني استخدام سيء السلطة، إزاي الناس بتتجاور معاه بشكل إنها أحيانا تتكيف وتقبل بيه، أحيانا تحاول تتحايل عليه، وبعض الناس الآخرين يحاولوا إنهم يتمردوا على علامات مختلفة من التمرد. يعني كل ما يتعلق بالسلطة سواء من منبع إنتاجها لغاية المصب اللي بتصب فيه وتأثيره، تأثير هذه السلطة على الآخرين، أعتقد إن ده الشغل الأساسي للرواية والأعمال اللي بسمع منها.